بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعدما توفقنا في إضافة موظف جديد، سحب موظف ديليت اد، الآن سنقوم إن شاء الله بالبحث على موظف. إذا سنقوم بخلق واجهة مشابهة لهذه الواجهة أحبائي الكرام. ولا بسيطة جدا، إذا فقط ببساطة. إذا في المشروع المقبل إن شاء الله سنتعلم بالأشياء باحترافية، خصوصا الجانب الأمن، جانب حماية المعطيات security، ثم استعمال البوت ستراب للحصول على موقع إلكتروني جميل ومتفاعل مع جميع الأشياء. إذا هذا الكود سنقوم بنقله إن شاء الله، وبالتالي سنذهب إلى خلق ملف جديد. يا بسم الله. إذا هذا الملف اسمه ريسيرش عادي دوت اتش تي ام ال. نعم، ولا اذا سيكون مشابه لاجوتي اتش تي ام ال. اذا كنترول، اذا سنقوم ب كنترول سي، سنذهب هنا ريسيرش اتش تي ام ال كنترول في. اذا سيحتوي على الاشياء التاليه، وعلى نيميرو. اذا سنقوم ب هنا بإضافة زر البحث على الأشياء. وعلى إذا بسم الله. إذا هنا، إذا سأقوم ب كنترول سي كنترول في. إذا هنا سأكتب شيرش او ابحث او شيرشي، فوالا اون فرونسي، فوالا شيرشي. ثم هنا سنقوم بادخال المعطيات الخاصه، نيميرو، فوالا البحث. ثم هنا نبحث على نو. اذا هنا لا داعي لوجود هذه الاشياء، فقط ادخل الرقم، انتري نيميرو، شيرشي. سنقوم هنا بالبحث انطلاقا من الرقم. اذا لاحظ بان عندنا امبلويي، عندنا امبلويي داخل قاعدة البيانات. نعم، امبلويي داخل قاعدة البيانات يحتوي على حقلين، نيم ثم نو، عادي جدا. ولا اذا هنا سنقوم بتجريب هذا الكود، تجريب هذا الكود. بالتالي سنذهب إلى هذا الملف. يا بسم الله. ولا حصول على جميع الملفات. إذا أحد الملفات هو شيرشي الشامل. إذا شيرشي، إذا بئر، إذا يلزمني هنا بئر أحبائي الكرام. سنقوم بإضافة عادية بئر، ولنقوم بتحيين الأشياء. فوالا أونتخي نيميرو شيرش، إذا هذا هو الأهم. فوالا إذا هنا سننادي على على سكريبت خاص سنسميه إن شاء الله على شيرشي. شيرشي سأكتب هنا شيرشي شيرشي بون بي اش بي. ثم سأقوم بإضافة ملف اسمه شيرشي دوت بي اش بي. فوالا. إذا هذا الملف هو عبارة عن ملف، إذا سيحمل نفس الواجهة، نفس الشكل الخاص بالملف الشامل. وبالتالي سنذهب هنا إلى الملف ريسيرش الشامل، ثم كنترول سي ذهب إلى ريسيرش كنترول في. نلاحظ شيرشي الشامل كنترول سي أصبح كنترول في. فوالا كنترول في. إذا ملف يشابه الملف والملف الآخر، فقط هنا الفاليو نيم سيكون عندنا الفاليو الخاص. هنا سنقوم بالبحث والبحث على المعطيات، وبالتالي سنذهب إلى سكريبت
لاحظ يمكن إضافة هنا script وأقوم بالأشياء التالية. إذن علامة استفهام PHP voilà. خطوة خطوة سنذهب إلى أحد الملفات التي استعملناها في الملف السابق voilà. إذن فقط مثلا ajouter.php لاحظ سأقوم بنقل هذا الكود البرمجي voilà. في المرة المقبلة سأقوم بالاختصار بالمنادات على PHP يحتوي فقط على أدوات الربط Ctrl C. إذن سأذهب إلى شيرشي ثم هنا Ctrl V. نعم إذن عبارة عن سكريبت. إذن ما يهمني هنا في هذا السكريبت هو عبارة عن البحث. إذن ستكون الدالة سنحتفظ بجميع الأشياء إلا الروكت. إذن select إطوال مثلا from employee where num يساوي نقطتين بارامتر إكس. إذن سنقوم بتحضير statement أمر ثم إلصاق المتغيرات. المتغير إكس نيم سنعطيه نيم. نيم سيكون بوست على قيمة هذا الحقل الموجود في رشاش الشاول. يعني هذا الحقل نيم لاحظ فوالا. إذن سيكون عندي هذه الأشياء ثم إكزيكيوت لاحظ ثم سأقوم ب اكزيكيوت نعم ثم سأقوم ب while. إذا لاحظ إذا سأكتب إن شاء الله while بين قوسين ثم أريد مفتوحة وسأقوم بالاحتفاظ بأحد المتغيرات وبالتالي هنا سيكون عندي دولار رو يساوي statement ناقص دوت fetch بين قوسين ثم سنبحث على المتغير. سنقوم بأحد المتغيرات. هذا المتغير يمكن أن نضع ما شئنا من المتغيرات. إذن هذا المتغير سأقوم بكتابة هذا المتغير إذا الآن سنقوم بخزن أحد المتغيرات باستعمال سوبر جلوبال دولار تيري دلويت سيسيون على سيسيون على. سنقوم بتسمية هذا المتغير نيم عادي نيم نو نبحث على نو يساوي رو. إذا راجع الفيديو الخاص بكيفية الوصول إلى أو البحث على سطر داخل جدول داخل قاعدة البيانات راجع الفيديوهات السابقة في نفس السلسلة ولا. إذن هنا row إذن سيكون عندي row سأخذ نو ولا. إذن سأقوم بتخزين الاسم المحصل عليه داخل متغير سيسيو أحب الكرام يعني صالح بالنسبة لفتح عندما يفتح النافيغاتور إلى حين المغادرة كنترول سي. سأحتفظ بهذا. أين سأنشر النتيجة؟ أنشرها هنا في نو. إذن سأقوم بالفاليو أحب الكرام ثم تساوي ثم سأنادي على سكريبت بي اش بي. إذن سكريبت بسم الله بي اش بي نعم ثم هنا سكريبت عادي جدا ايكو نعم ثم سأنادي على المتغير ولا أنسى فاصلة منقوطة ولا سيمي كولون.
إذا الحمد لله، إذا سأجرب البرمجية، إذا دائما سأجرب البرمجية. سأذهب هنا إلى لاحظ تحيين الملف. إذا سأبحث على اثنان، أنا عندي اثنان يعني فاطمة يعني النتيجة. إذا ريسيرش بوان، سأنطلق من ريسيرش الشمال، سأدخل اثنان، سأقوم بالبحث. إذا لاحظ النتيجة هي فاطمة. إذا لو أدخلت أحد الأرقام الأخرى فلن أجد أي شيء، لا يوجد. نعم، إذا كما قلنا الأشياء الحمد لله كيفية البحث. وعلى إذا يتبقى وتبقى واجهة تغيير المعطيات، واجهة تغيير المعطيات إن شاء الله. إذا شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.